السلام عليكم ورحمة الله أحبتي الكرام، متابعي القناة، معكم محمود. النهاردة إن شاء الله نتعرف على طريقة سهلة لتثبيت توزيعة أرش لينكس. أرش لينكس كما يعلم الكثير أن لها طريقة في التثبيت، هي كتابة أوامر من بداية التثبيت إلى نهاية التثبيت. اليوم معنا طريقة سهلة جدا عبارة عن سكريبت للتثبيت الأرش لينكس. سكريبت اسمه evolution، يقوم بتثبيت الارش لينكس. هذه صورة الملف. السكريبت عبارة عن ملف ايزو، نقوم بتحميل الملف وحركه على الفلاشة يو سي بي او السي دي، ونقوم بالاقلاع. هذا هو شكل السكريبت وخطوات التثبيت. تحميل السكريبت يتم باختيار نوعين، 32 بت او 64 بت. بعد تحميل السكريبت والدخول عليه سيكون بهذا الشكل، عبارة عن واجهة رسومية لتثبيت السكريبت او لتشغيل السكريبت. على اليمين بعض اختصارات للكيبورد، نقوم كليك يمين واختيار الانستولر لنقوم بالتثبيت. عملية تحديث أولية أو مبدئية لتأكيد تشغيل الإنترنت وتحديث مستودعات الأرش لينكس. أضغط كونتينيوم، يظهر لنا 16 خطوة لتثبيت الأرش لينكس من 1 إلى 12. هذه تثبيت النظام، من 13 ل 16 هذه تثبيت تعريفات كارت الشاشة وجميع قطع على الجهاز، اختيار نوع سطح المكتب، اختيار الواجهة او مدير النتورك، ايضا الديسبلاي مانجر. طريقة اختيار الخطوات، اما ان تختار 1 مسافة، 2 مسافة، او تختار من 1 ناقص 16 جميع الخطوات مرة واحدة، أو تقوم باختيار الطريقة العادية، هي اختيار 1 والانتهاء منه. سيظهر لك نفس الشكل، تختار 2 3 إلى أن تنتهي. نقوم باختيار جميع المراحل مرة واحدة من 1 ل 16، نضغط انتر لبداية التنصيب. نختار لغة الكيبورد التي سنقوم باستخدامها، في الغالب سنستخدم اللغة الإنجليزية. نقوم باختيار رقم اللغة 27، انتر، واي للتأكيد. السيرفرات، السيرفرات هي او المستودعات، يمكن تحديد اقرب مستودع والاعتماد عليه، او اختار مستودع مشهور. سنقوم باختيار مستودع رقم 49، هو مستودع مشهور. من يكون او يرى اي مستودع يقوم باختيار لا مشاكل في ذلك، واي للتأكيد. هذه هي المستودعات التي اخترناها، نقوم بتفعيل ما نشاء منها أو تركها كما هي. طريقة تقسيم أو اختيار نوع الهارد أو تقسيم الهارد، نقوم باختيار 1. طريقة برنامج التقسيم، سنستخدم برنامج بواجهة رسومية لتسهيل عملية التقسيم، نختار برنامج جي بارتد. اختيار رقم الهارد، برنامج جي بارتد برنامج سهل لتقسيم الهارد، يمكن الاعتماد على تقسيم قديم أو تقسيم جديد. سنقوم بإعادة تقسيم الهارد، delete. نختار المساحة الأولى للروت، وهي عبارة عن
عن بارتيشن لتثبيت الملفات عليه. نختار نوع الملفات EXT4 قسم السواب، ويكون على الأقل مساحة 1 جيجا أو 2 أو ضعف مساحة الرام. نختار نوع الملفات سواب، أبلاي لعملية الفورمات. نختار قسم الروت كما قمنا بالتقسيم ببرنامج الجبارتد، 1 Y للتأكيد الفورميت، نوع الملفات EXT4 yes. قسم السواب يكون نوع بارتيشن، القسم الآخر من الهارد يس للتأكيد الفورمات. انتهينا من عملية التقسيم، ننتقل إلى بداية التثبيت. وبداية التثبيت هي اختيار نوع النواة، سواء النواة طويلة الدعم أو النواة المتجددة أو التي يتم تحديثها كل فترات متقاربة. سنقوم باختيار الخيار الثالث وهو نواة طويلة الدعم، وسيقوم السكريبت بتثبيت أغلب ملفات أو برامج النظام. مهم جدا أن نعرف هذه الخطوات، وهي الخاصة بتكبير الشاشة على الـ Virtual Box أو البرنامج الوهمي أو النظام الوهمي. عند تطبيق هذه الخطوات يتم تكبير الشاشة وملئها بملء الشاشة الحقيقي. لحفظ هذه الخطوات نقوم بأخذ لقطة للشاشة على سبيل المثال، أو كتابتها في ملف خارجي. الآن نقوم بتثبيت النواة، نختار الخيار الثالث، ننتظر إلى أن يتم تثبيت تقريبا 152 ميجا، ونقوم بعدها باستكمال باقي التثبيت. انتهينا من تثبيت هذا الكم من ملفات النظام. ننتقل الى الفستاب او الفاستاب. نقوم باختيار الخيار الاول DEV، كونتينيو. إذا ظهر هذا الملف فالأمور طيبة، كل الملفات في مكانها الصحيح. نقوم بغلق الملف، ونقوم باختيار الهوست نيم على سبيل المثال، مثلا أرش لينكس. نقوم باختيار المكان والتوقيت، القارة بعد كده القارة بعد كده المدينة. واي للتأكيد.
نظام التوقيت، نختار local time. اللغة التي سنقوم باستخدامها، كثير من اللغات، لمن يريد استخدام لغات معينة سأقوم باستخدام اللغة الإنجليزية. هاي للتأكيد لغات نقوم بتفعيلها، لمن يستخدم كيبورد عربي أو يستخدم أي لغة أخرى يقوم بتفعيلها بجوار اللغة الأساسية للنظام. ممكن نقوم بتفعيل اللغة العربية مع اللغة الإنجليزية. هكذا واي للتأكيد. الآن نقوم باختيار البوت لودر لمن يستخدم أكثر من نظام، سواء أنظمة لينكس أو ويندوز مع لينكس. نقوم باختيار الجراب 2، من يستخدم نظام واحد أو يفضل التعامل مع سيس لينكس يقوم باختياره. سأقوم باختيار الجراب 2 لسهولة التعامل معه. أنتظر إلى أن يتم تثبيته. نقوم باختيار باسورد الخاص بالروت، تأكيد الباسورد، كونتينيوم، نختار اليوزر نيم، باسورد اليوزر نيم. هذه التعريفات. الطبيعي أنه يقوم باختيار أو بالتعرف على تعريفات خاصة بالجهاز ويقوم بتثبيتها بدون تدخل منك. إذا لم تجد التعريف المناسب لكارت الخاص بك يمكن تثبيته لاحقا بدون مشاكل. ننتظر إلى أن يتم تحميل هذه الدرايفات. الآن نصل إلى مرحلة مهمة وهي مرحلة سطح المكتب. في الجزء العلوي يوجد سطح مكتب كامل، وهو سينامون جنوم كي دي ال اكس دي اي ميتا اكس اف سي. أما الويندو مانجر، الفلوكس بوكس أو الأوبن بوكس، يمكن اختيار سطح المكتب ما تشاء.
على سبيل المثال KD يوجد منها اتنين اوبشن او نظامين، جنوم تلات انظمة، ميتا اتنين، XFCE اتنين. KD خفيفة و KD الكاملة، جنوم شيل و جنوم كلاسيك. XFCE هي التي سنقوم بتثبيتها الان. نختار سطح المكتب الكامل اكسترا او الفول العادي. نقوم باختيار الاول لسرعة التثبيت. هذه مجموعة باكيج، لك الخيار في تثبيتها اذا كنت تريد تثبيتها. يمكن تثبيتها لاحقا، سنقوم بتثبيتها لاحقا ان شاء الله. هذا مرحلة النتورك، نقوم باختيار مدير للنتورك مانجر، سنقوم باختيار الخيار الثالث لسهولة التعامل معه. الآن إلى المرحلة النهائية وهي اختيار مدير دخول. إذا كنت تستخدم KD أو جنوم فطبيعي بأن هناك مدير دخول لهم. إذا كنت تستخدم أكثر من سطح مكتب يمكن استخدام مدير دخول معذرة. نستخدم الخيار الأول أو المدير الأول الـ XDM. هنا انتهينا من تثبيت Arch Linux وتثبيت سطح المكتب. نضغط D Continue. الآن Restart. الآن يمكنك الاستمتاع بتوزيعة Arch Linux والجروب 2. ندخل بالباسورد Arch Linux وسطح مكتب XFCE use default config. نقوم الآن بتفعيل الخطوات لتكبير الشاشة لتكون بملء الشاشة العادية. سنقوم باستخدام الأوامر التي قمنا بحفظها. الآن نعيد التشغيل.
الآن انتهينا من تثبيت آرش لينكس ومبروك عليك. إذا عجبك الفيديو ما تنسى الاشتراك في القناة ونشر الفيديو، ونتمنى لكم التوفيق. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.